حلقة جديدة هنا على هوم سينما، رجعنا بجديد وحلقة جديدة هنا. هنعمل ستيفلر رياكشن لشوية حاجات نزلت لي مسلسلات رمضان. هو نزلوا شوية بروموز صغيرة للمسلسلات بتاعة رمضان. انا بصراحة ما كنتش حابب ان انا اعمل الفيديو ده دلوقتي عشان اكون صريح معاكم، وكنت عايز اعمله قدام شوية او بعدين، يعني مش دلوقتي، لان البروموز ابتدت تنزل في اليومين اللي فاتوا. ففي مسلسلات كتيره تقريبا ما نزلوش بروموز او ما نزلوش اوفيشال تريلرز، هم اللي نزلوه، وحرفيا اللي نزل بروموز يعني اللي هو تيزرز صغيرين. انا ما شفتش اي حاجه، انا مجرد شفت بوسترز بس، لكن بروموز وتريلرز والحاجات دي كلها انا ما شفتش. انا قلت اسيبها احسن لما اجي اعمل فيديو، وغالبا ده هيكون الجزء الاول لستيفلر رياكشن لمسلسلات رمضان على هوم سينما. فغالبا هيبقى في اجزاء تانية. فاكرين زمان اول ما ابتديت الشانل كنت بعمل حاجه بصراحه مجنونه جدا، وبصراحه مستحيل ارجع اعملها دلوقتي، هيبقى صعب جدا 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 بالنسبه لي، لان مجهود بيبقى جبار حرفيا بجد. وانا مع هوم الون يعني المجهود بيبقى التريبل، مش بيبقى الدبل، بيبقى تريبل في الالعاب والكلام ده كله، اللي بيبقى الفيديوهات بتبقى كتيره والايديتنج بيبقى اصعب بكتير جدا من الاول، ان طريقه المونتاج بتاعتي في هوم الون دلوقتي بقت مختلفه اكتر بكتير جدا عن زمان. فانا في هوم سينما زمان انا اول ما ابتديت كنت بعمل حاجه مجنونه جدا، انا كل برومو حتى مش كل حتى اوفيشال تريلر، كل برومو كنت بعمله فيديو لوحده. يعني انتوا متخيلين انا مثلا كنت بتفرج على برومو مثلا 20 ثانيه ولا 30 ثانيه كنت بعمله في فيديو لوحده. عشان كده دايما المسلسلات بتاعت رمضان او فيديوهات رمضان بالنسبه لي بتاعت هوم سينما كانت بتوصل حاجه و60 فيديو وحاجه و70 فيديو. فده بالنسبه لي كان، انا مش عارف انا لحد النهارده كنت بعمل الحوار ده ازاي. يعني تريلر رياكشن لوحده كان ممكن يقفل 30 فيديو مثلا او 40 فيديو. لا، فالموضوع كان بيبقى صعب جدا جدا جدا. يعني تخيل انت تعمل برومو تريلر رياكشن، وتعمل كمان اوفيشال تريلر رياكشن، وغير كده كمان كنت بتكلم على مسلسل في حلقه واحده. فاللي هو لا، صباح الفل، يعني اللي هو ده لا كتير جدا. انا طبعا مش هقدر ارجع تاني اعمل اللي انا كنت بعمله بصراحه، لان الموضوع صعب جدا جدا جدا. فهنبدا النهارده في البروموز اللي نزلت على المنصات او على النت، يعني على السوشيال ميديا عامه. في كام حاجه كده نزلت، وانا بصراحه عشان اكون صريح معاكم مش متحمس قوي ليه حاجات كتيره جدا. وبصراحه ده اللي انا كنت قايله، يعني قبل هو ما اقول لكم، يعني قبل ما اخش اتفرج على اي برومو من البروموز اللي موجوده لمسلسلات رمضان، انا يا جماعه مش متحمس تقريبا شبه لاي حاجه خالص، غير ان انا عايز اتفرج على مسلسل الكبير. فعشان بس تبقوا عارفين، يعني ده هيكون اول برومو معانا، وهو مسلسل اسمه ملف سري بتاع هاني سلامه. وطبعا كله هيبقى بروموز، وطبعا انا ما شفتش اي حاجه، فهنعمل تريلر هنعمل سيفلر رياكشن دلوقتي على تقريبا معظم البروموز. انا خدت بالي ان هي نزلت، بس طبعا اكيد مش لكل المسلسلات. فانا هشوف دلوقتي حبه بروموز كده هنعمل لها ستيفلر رياكشن على هوم سينما. يلا بينا. ملف سري هاني سلامه. من النهارده انا قضيتي معاك انت. اللي حاسبك النهارده بكره هيحاسب عليك. مش محتاج اتعرف على تاريخ يوسف البلد. انا فايتني حاجات كتير بقى. لو حسست اللي قدامك انك اذكى منه هيتغاب عليك. اللحظه اللي انا احس فيها اني بخسر كل حاجه. ايه البرومو الاول الذي شاهدناه فيه على هوم سينما؟ بصوا يا جماعه، انا النوته بتاعتي دي ما استغناش عنها، انا بعشق حاجه اسمها النوته دي. فالنوته دي بصراحه يعني انا بحب الكتابه، فانا بحب اكتب بصراحه، ما بحبش اكتب على النت، او ما بحبش اكتب في نوته على اللابتوب او الكمبيوتر عامه، انا بحب اكتب هنا يعني يدويا اكتر. فاول حاجه هنكتبها هي ملف سري، ومش معنى كده انا بكتب فمعناه احنا هنتفرج. ملف سري احتمال، يعني هكتب جنبه احتمال، لان انا بصراحه يا جماعه انا بحب هاني سلامه، وابتديت اتفرج على هاني سلامه. بص، انا اول مسلسل اتفرجت على هاني سلامه ليه كان مسلسل اسمه الداعيه. كان مسلسل قديم قوي، بس انا كنت طبعا لسه ما كنتش بعمل فيديوز، ما كنتش بعمل اي حاجه. كان مسلسل قديم قوي 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 يعني. ف وبعد كده رجعت اتفرج تاني على هاني سلامه في السنه اللي فاتت في المسلسل اللي هو بين السماء والارض، وبصراحه عجبني جدا، وكان من اكتر الحاجات اللي عجبتني ان هو كان 15 حلقه، فاللي هو خد كام حلقه يا ريس واخلع. لكن جو 30 حلقه بقى اقعد مختلف الاحداث، ده انا الشغل ده مش هيمشي معايا.
فاول حاجه يعني انا شفتها دلوقتي يعني الى حد ما بصراحه مبشره بالخير، وعلى الرغم ان انا كان في مسلسلات كتيره جدا لهالي سلامة كنت عايز اتفرج عليها، زي كان اسمه طاقه القدر باين و... ولا طاقه نور، كان في كم مسلسل كده هاني سلامة عملهم ورا بعض كده كنت عايز اتفرج عليهم بس للاسف ما شفتهمش، وسمعت انهم حلوين يعني. ملف سري احتمال، اول حاجه كتبناها احتمال. تمام، نخش على البرومو اللي بعديه. البرومو اللي بعديه هو مسلسل يسرى اللي هو اسمه احلام سعيده، والكاست لسه انا شفته من البوستر بصراحه ما يبشلش بالخير بالنسبه لي، يعني شيماء سيف، غدا عادل، مش عارف يبقى وش الرصه دي، رصه كوميدي، وفي ماي كساب تقريبا اي ثينك يعني. فيلا نشوف. في حاجه فاتتني؟ لا لا لا، احنا لسه بنسخن شريب يا هي. ليه مش عايزين تصدقوا ان ممكن واحده يكون عندها 40 سنه ومش عايزه تتجوز؟ ايوه يا سيدي انا جوزاء، كانوا بتاع ماما. ماما الله يرحمها ارتاحت. 200,000 اشتريتي برغيتها فوز ب 200,000 يا فريده، وانا قلت طالعه من نسمه غصب عن عيني. انا عامل بقيه باميه. الله يا كي. اوكي، مع كامل احترامي للفنانه يسرى، احلام سعيده بين قوسين لا، بس هنا مسلسلات رمضان يعني انا مش شايف اي حاجه يعني تستدعوا ان الواحد يتفرج على المسلسل ده، يعني مش حاسس فيه اي حاجه يعني واو متقدمه، بالعكس انا حاسس نفس الكاركتر اللي هتقدمه يسرى في المسلسل ده، حاسه ان هو حرفيا نفس الكاركتر اللي اتقدم في فيلم جيم اوفر بتاعها برضو اللي هو كان مع مي عز الدين. خش على اللي بعديه. المسلسل الثالث اللي احنا تقريبا الثالث اللي احنا المفروض هنتفرج عليه او هنعمله تريلر رياكشن، هو مسلسل اسمه مكتوب عليا، هو مسلسل مفروض ان هو كوميدي، اكرم حسني في الكاست ليست، مش فاكر كان في مين معاه، تقريبا عمرو عبد الجليل اي ثينك، هو ده اللي انا فاكره من البوستر اللي شفته، مش فاكر كان في مين تاني، فاحنا نشوف التريلر ونقرر. وجناني ده عين العقل. ده انت حكايتك حكايه. تعملي ايه فكر؟ تمين يالا، انا بصحى من النوم بلاقي حاجات مكتوبة على جسمي. هبط وهبل يعني. انت مبروك بقى. الله يبارك فيك. ده لسه في الروح. خلاص تطلع. انت مكتوب لي. ده انت اللي مكتوبة لي. مين كتب عليك؟ سلمان. قررت ان احنا نتجوز. ايه اللي عرفت بالاشكال دي؟ بس بص، انت عارف اجل لو موتني من الضحك يا زلمه. الله العظيم ثلاثة انا هايف. ده ما تهافش يا حبيبي. ابوسك. اوكي، مكتوب عليا. مكتوب عليا احتمال. يا جماعه عشان بس تبقوا عارفين المسلسلات اللي بكتب جنبها احتمال دي يعني احتمال اشوفها واحتمال لا، يعني ما يغركوش يعني لو اتفرجت على تريلر او اتفرجت على تيزر فقلت لا قشطه تمام احتمال هتفرج وش عارف اللي هو فرشور هتفرج، لا مش شرط على فكره برضو، يعني انا ممكن في الثلاث مسلسلات دول حرفيا ما اشوفش اي حاجه برضو على فكره عادي جدا، لان لحد دلوقتي عادي يعني انا مش شايف اي حاجه واو شدتني بصراحه اقول انا فعلا المسلسل ده خلاص فاضل رمضان كمان كام يوم، يعني كل سنه واحنا طيبين كلنا وكل سنه وانتم طيبين طبعا. لا انا متحمس لحاجه يعني، لا مش لحد دلوقتي انا ببلح، مفيش اي حاجه محمساني يعني، على الرغم ان الفكره دي حاسسها لذيذه بتاعه المسلسل اللي هو مكتوب عليا دي، بس انا عارف ان الفكره دي انا مش اوريجينال يعني، انا حاسس ان الفكره دي شفتها قبل كده في حته بس مع الاسف مش قادر اجمع فين. ونشوف برضو تريلر بتاعنا، نعمل تريلر رياكشن لمسلسل فاتن امل حربي. انا يعني كنت هقول فاتن امل حماده، فاتن امل حربي، مسلسل نيلي كريم الجديد. مش عارف، حاسس ان هو كئيب يعني، اول سين في وشي ده تقريبا يعني بيدل ان هيبقى فيه كئابه بالتلازين يعني، خلصنا يعني تقريبا طلعت من الكوميدي، زهقت من الكوميدي رجعت للكئابه تاني. طيب يلا نشوف تريلر. اوكي ماشي، فاتن امل حربي احتمال برضو.
يعني شايفين لحد دلوقتي مفروض يعني ما كتبتش حاجة يعني اللي هو فرشور هتفرج يعني. جماعة برضو المسلسلات اللي انا بقول عليها لا غالبا دي لا يعني وش يعني بنسبة 90% 95% مش هتفرج عليها عشان تبقوا عارفين يعني من دلوقتي، حتى لو جيت بعد كده عملت لها تريلر رياكشن لو ليها تريلر تاني نزل ولا حاجة، وانا متأكد 1000000% ان مفيش حاجة هتغير رأيي برضو يعني. يعني مثلا المسلسل بتاع يسرى ده انا عارف ومتأكد 1000000% لو نزلوا 3-4 تريلر تانيين مش هتفرج عليه برضو يعني. والبرومو اللي مفروض ان احنا منتظرينه في مسلسلات رمضان السنة دي وانا منهم، وهو الكبير الجزء السادس. فيلا بينا نشوف البرومو، هو تيزر برضو. انا من ساعة ما عرفت ان لينا عامة جاية وهتزورنا وانا اكسايتد. انتي الكبير فين يا انت؟ مين يا ولدك يا ابوي؟ انا اهلي ضمن انك ولدي. بقول لك يا ابوي الحقني يا عمو البيت ما نخدش في الموضوع يا ولدي. هاتي ابوي يا مامي عشان ما ريحه بيع. ايه اللمومه دي؟ مالك يا ميمي؟ مين اللي مزعلك؟ ميكي مضايقك؟ اوكي، على الرغم ان انا حاسس يعني مش متفائل قوي بالمسلسل، يعني حاسس ان المسلسل مش هيبقى زي الاجزاء اللي فاتت، على الرغم ان برضو الموسم الخامس كان وحش جدا على فكره. يعني المسلسل الكبير الموسم الخامس انا بالنسبه لي ما عجبنيش، ابتدى يعجبني من بعد الحلقه 15 يعني، اللي هو ابتدى يعجبني من ساعه كان على ما اتذكر كان جوني وهجرس كانوا رايحين، كانوا رايحين الساحل ولا مش عارف كانوا رايحين بورتو ولا مش عارف كانوا رايحين فين، كانوا رايحين يصيفوا يعني، وبعد كده دخل السجن جوني ومش عارف. فابتدى المسلسل يحلو من يعني هو تقريبا اول 14 حلقه ما كانواش حلوين. فانا خايف بصراحه ان المسلسل ده او الجزء ده برضه يبقى شبيه ليه. وطبعا متضايق طبعا ما فيش دنيا سمير غانم كالعاده، هيبقى فيه نفس الكاستلس موجودين طبعا، ميكي وجوني ونفس حزلقوم وفزاع وبيومي فؤاد والناس دي كلها موجوده يعني، كله موجود ما عدا تقريبا دنيا سمير غانم يعني. فالكبير ستة انا بالنسبه لي هتفرج عليه. المسلسل الثاني او المسلسل 2 4 6 المسلسل السادس اكشلي اللي هنعمله تريلر رياكشن، هو مسلسل اسمه بابلو وهو من بطوله حسن رداد. وانا اشك ان انا هتفرج على حسن رداد بصراحه، لان انا بصراحه مش من محبين حسن رداد تمثيليا. وطبعا ما شفتش التريلر، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. والله هو خلاص كده ده برومو، البرومو حرفيا ما تقالش اي حاجه في الاعلان. فبابلو انا بالنسبه لي هو المسلسل الثاني اللي هيحصل احلام سعيده، وهو لا يعني ما نظرتي ما بتخيبش يا جدعان ابدا، والله العظيم كده اقسم بالله يعني نظرتي دايما في مسلسلات رمضان ما تخيبش ابدا يعني، من يعني حتى قبل ما اتفرج على البرومو يعني بالبوستر حتى من بره كده فاهم. لا برضو ما عجبنيش خالص 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 خالص. شكله مسلسل يعني ما فيش اي حاجه حرفيا جديده هتتقدم، ونفس الموضوع يعني مش بلطجه ومش البلطجه ومش عارف ايه والكلام والحاجات دي انا اتفخت منها خلاص. وعلى الرغم ان انا حاسس ان المسلسل بتاع عمرو سعد السنه دي هيبقى نفس الموضوع برضو، يعني حاسس ان الكاركتر بتاع عمرو سعد السنه دي في المسلسل هيعمله اسمه طوبه باين تقريبا، لسه ما نزلش التريلر بتاعه تقريبا يعني، هيبقى نفس الموضوع نفس الكاركتر اللي كان عامله السنه اللي فاتت اللي هو كان اسمه سفينه ولا سريه مش فاكر يعني، ممكن جدعنه. المسلسل السابع وهو 2 4 6 7 راجعين يا هوا يا هوا يا هوا ماشي. هنشوف التريلر بتاعه، هو بتاع خالد النبوي. عامه مسلسل خالد النبوي اتمنى انه يبقى حلو، انا بحب بصراحه خالد النبوي. فيلا بينا نشوف. لا انا مين؟ هو انت عايز مننا ايه يا عم؟ كده نعرف نتكلم وعزمك على حاجه. هعمل لك كركديه. اقعد. ناسيو ده راجل متجوز وعنده عيال. بليغ بيحبني ولا لا؟ سهل. بليغ دخل حرب معانا. ايوه يا ميخ. طبعا انت عارف مفيش ميخه ولا حاجه.
بس انت قليل الادب. برضو مش قوي، بس ممكن احتمال اشوف بس الاوفيشال تريلر عشان بس تبقوا عارفين اللي هو الاه اللي انا موافق عليه. الاه كبير قوي ده اكيد. حتى بعد ما اشوف الاوفيشال تريلر هتفرج على الكبير قوي، لان انا قبل حتى ما كان ينزل تريلر او حتى ما ينزل البوستر اصلا، اول لما they announced ان هيعملوا اصلا الكبير، قلت وش هتفرج عليه من غير ما اشوف اي حاجه، لان انا اصلا انا بجد يعني كبير قوي بالنسبه لي واحد من احسن المسلسلات اللي اتفرجت عليها في حياتي الكوميديه يعني على مر التاريخ يعني بالنسبه لي انا. الحاجات اللي هي قلت عليها احتمال دي المسلسلات اللي حديها فرصه تانية في التريلرز، ان انا اتفرج على التريلرز بتاعها الاول وبعد كده يعني بعدها هقرر اذا كان هتفرج عليها ولا لا، بعد كده هقرر ساعتها هيشتغل يعني هتفرج عليهم ولا لا. ده بالنسبه اللي هو الاحتمال اللي قلت عليه لا ده مش هتفرج عليه حتى لو عملت له تريلر رياكشن، لان انا عارف خلاص يعني موضوع مسلسلات رمضان بالنسبه لي الموضوع ده بقى خلاص يعني يعني مش مبقاش حاجه جديده ان هو خلاص اللي هو وش ده تمام نتفرج وبتاع، لا 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 عارف ان التريلر مش هيغير رايي، وعارف ان هو هيبقى نفس الانطباع، وعارف لما اجي اتفرج هتدبس، وانا بصراحه مش عايز اتدبس السنه دي في اي حاجه، لان انا خلاص يعني انا خلاص بقيت بمشي بعلاج حرفيا. تقريبا على ما اظن ده اخر اعلان معانا النهارده تقريبا على ما اظن، ولو اكتشفت في حاجه جديده هجيب يعني. مسلسل جزيره غمام وهو بتاع طارق لطفي، وانا بحب طارق لطفي. مسلسل السنة اللي فاتت كان حلو جدا بس ابتدى بعد كده يبوخ برضو كالعادة، عشان كده بقول لكم مش عايز اتدبس. مسلسل اللي هو مش فاكر اللي هو كان طالع ارهابي تقريبا طارق لطفي وفتح عبد الوهاب، مش فاكر اسم المسلسل للاسف يعني. المسلسل بصوا من كمية الحاجات اللي بتفرج عليها بسقط، انا ابتديت اسقط حاجات مش طبيعية. غالبا ده اخر برومو معانا غالبا يعني، جزيرة غنام وتقريبا معاه برضو احمد امين يعني، ودي برضو من الحاجات اللي انا مبشره خير بالنسبه لي، فعايز اشوف التريلر ومتحمس. ده ممكن اكون من الحاجات اللي انا متحمس لها. يلا بينا. صبر زادي وسوادي ما ينفعش يبقى تغيير يضعف الايمان. انا لمدين ان يخرج من سجن جزيرة داي لأهد الدين والتقوى بس. اللي خايف يروح. جزيرة غمام يعني ممكن يكون أول برومو اتفرج عليهم في كل دول بصراحة يعني اتقفل، مش اتقفل بالمعنى الوحش، اتقفل ان البرومو مش طويل شوية، لان انا كنت لسه يعني زي ما تقولوا كده خلاص ها على وشك واقول بس البرومو صغير قوي 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 يعني. انا حاسس ان المسلسل ده يا جماعه يعني انا من تبع الشخصي انا حاسس ان المسلسل ده هيبقى حلو، ده واحد. ثانيا المسلسل ده لو كان هيبقى هورر كان هيبقى جامد فشخ، المسلسل ده لو كان هيبقى رعب كان هيبقى فشيخ، على الرغم ان انا طبعا عارف ان المسلسل ده مش هيبقى رعب، بس انا مش عارف ليه الاجواء بتاعته دي حسستني ان ممكن يبقى فيه جريمه قتل، ممكن يبقى رعب، حاجه يبقى شبه كفر دلهاب. لو كان هيبقى فعلا بجد رعب المسلسل كان هيبقى فشيخ مع الكاست الموجود ده، طارق لطفي واحمد امين واروى جوده وفتح عبد الوهاب. انا اشوف اول ما اشوف فتح عبد الوهاب ببساطه. فغالبا جزيره غمام هيبقى بس انا محتاج اشوف التريلر الاول، محتاج اشوف الاوفيشال تريلر الاول عشان انا زي ما انا قلت بصراحه انا مش عايز اتدبس بصراحه، انا مش عايز اتدبس تاني في مسلسلات وكلام ده كله وحاجات انا بصراحه يعني اقعد اتابعها. وانا مشكلتي يا جماعه حتى لو انا المسلسل وحش ما بعرفش اوقفه يعني، انا طول عمري كده يعني. انا مثلا بفرج على مسلسل في رمضان طلع وحش للاسف لازم اكمله، انا للاسف كده حتى وحش بقى حلو. اوكي تقريبا ده اخر برومو يا جدعان، ده اخر برومو معانا النهارده، وهو مسلسل اسمه شغل عالي، وهو بتاع فيفي عبده وشيرين رضا. وانا عارف من قبل ما اشوف حتى البرومو ان انا مش هتفرج عليه، ده انا متاكد 100%. الله اعلم يمكن اغير رايي يعني وانا بتفرج على البرومو، بس اي هايلي داوت ان انا هغير رايي، بس ماشي يعني. وانا لحد دلوقتي مش فاهم ازاي، هقول لكم استنى.
جاهزة يا فوفا؟ طبعا اعملي دي. طب تفتكري هم جاهزين؟ انتوا جاهزين؟ هو بس كده، هو ده البرومو، هو كلمتين بس، هو ده البرومو. اوكي نيفر مايند. هو البرومو بصراحه شكله جميل جدا، وهقول لا، لان انا عارف ان انا مش هيعجبني، وانا عارف من غير ما اشوف التريلر، والله من غير ما اشوف التريلر. كنت عايز اقول لكم انا مش عارف ازاي يعني شيرين رضا بجد عملت مسلسل زي ده مع فيفي عبده. يعني انا مش شايف اي كيمستري هتبقى بين فيفي عبده وشيرين رضا، يعني مع كامل الاحترام الاثنين ليهم، يعني ف ويرد كاستنج مع بعض. ف I don't know. يمكن الله اعلم ليهم جمهورهم برضو. انا نفسي انا بعشق شيرين رضا، بحب تمثيلها جدا، بس انا فكره اتفرج على شيرين رضا مع فيفي عبده بالنسبه لي الموضوع صعب شويه. تقريبا ده اخر برومو، مفيش اي برومو ثانيه نزلت، وده بصراحه اللي انا مضايقني بقى جدا، ان انا ما بحبش اعمل بقى 5000 حلقه على البروموز والتريلر رياكشن. عايز اعمل حلقه كده كنت اجمع كده كله مره واحده وخلاص على كده، ولكن للاسف عامل ايه بقى. يلا حتى لو بروموز جديدة نزلت يا جماعة ابعتولي على الصفحة بتاعتي على هوم سينما على فيسبوك، اللينك بتاعها هيبقى تحت في الديسكريبشن، فابعتولي اللينك، ابعتولي اليوتيوب الصفحة بتاعت اليوتيوب بتاعت التريلرز يعني بتاعت مسلسلات رمضان، فابعتولي على المسج على الدايركت مسجز يعني، وهشوف هعملها تريلر رياكشن جاست ان كيس انا فاتني حاجة يعني، فابعتولي يعني، فهشوف يعني اللي هيكون ناقصني، لان في حاجات كتيره جدا ما حطوهاش. بتاع محمد رمضان ما نزلش، وكراره والمداح 2 وتوبه، بتاع منى شلبي وبتاع كريم فهمي، وفي رانيا وسكينه سمعت حاجات غريبه كده، والاختيار برضو، ففي حاجات كتيره جدا لسه ما نزلتش. عادل امام غالبا هيبقى اوت السنه دي من مسلسلات رمضان. في ممثلين كتيره جدا مش موجودين في مسلسلات رمضان، ومنهم الشابو يوسف الشريف مش موجود. وفي مسلسل بتاع اسمه ايه ده، مصطفى شعبان، برضو حابب ان انا اشوف التريلر بتاعه، لان مصطفى شعبان شكله هيرجع تاني للهلس بقى، لان انا بصراحه انا مصطفى شعبان ابتدى يعجبني مسلسلات مصطفى شعبان من اول مسلسل ايوب، وبعد كده ابو جبل، ومش عارف بعد كده عمل ايه، يعني لما اخد السكه دي انا ابتديت بصراحه احبه، يعني مسلسل كل المسلسلات اللي كان بيعملها قبل كده ما كانتش بتيجي معايا سكه. اوكي البروموز الاوليه اللي احنا اتفرجنا عليها هي ملف سري هاني سلامه، وده احنا قلنا عليه احتمال، وزي ما قلنا احتمال مش معناه ان انا هتفرج عليه 100%، احتمال يعني احتمال كبير، احتمال كبير لا، لازم يعني اللي كاتب عليه احتمال ده لازم اشوف الاوفيشال تريلر، وبعد الاوفيشال تريلر هقرر. يعني احلام سعيده يسرى لا، مكتوب عليا بتاع اكرم حسني احتمال، فاتن امل حربي بتاع نيلين كريم احتمال، وغالبا هيبقى زي جزيره غمام هيبقى غالبا. الكبير سته ده وش بابلو لا، راجعين يا هوا احتمال، جزيرة غمام غالبا بنسبة 95% شغل عالي شكرا لا. دي البروموز الأولية لمسلسلات رمضان. بصراحة يعني أتمنى ان هم ينجزوا حالهم وينزلوا باقي البروموز وبينزلوا باقي التريلرز، او ياريت ان هم ينزلوا على طول الأوفيشال تريلرز عشان ننجز من الحوار ده، بدل ما نقعد نعمل بروموز وبعد كده نعمل أوفيشال تريلرز. هي عامة الحلقة دي تبقى الجزء الأول من سفلة رياكشن المسلسلات رمضان 2022. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، برضو ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هومالون، اللي ابتدينا ننزل عليها ريجولرلي دلوقتي العاب كتيره جدا على هومالون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. وباي باي.